السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات ورشة عمل افاتار. طبعا ده اخر مشهد احنا وصلنا له، طبعا من غير انتي اليسنج زي ما انتم شايفين الجرين الموجود عليها. طبعا بالانتي الياس بيطلع الشكل احسن من كده، بس زي ما قلنا هنتجاوز على الانتي الياس شوية عشان تقل الموضوع. لو انت عايز تزود الانتي الياس ممكن تروح للرايت كليك على ايقونة الكاميرا وتخليها برودكاست، هتلاقي الموضوع طلع معاك بشكل مختلف تماما عن اللي انت شايفه. عايز تزود روح لغاية الالترا، بس الله يعينك على الرندر. ممكن نزود الدقة كمان، نخليها دي بي اي ب600 واعمل اوكي واجرب اعمل رندر، بس هو مش هيغني عن الانتي الياس في اي حاجة، لان الانتي الياس حاجة والدي بي اي حاجة تانية. زي ما انتم شايفين لسه الجرين موجود. هو يمكن الجرين ده بيخدم المشهد شوية، لكن مشكلته في الايكو سيستم بيضيع الديتيلز بتاعة النباتات. يعني هو هنا خادم الجبال، هو هنا خادم الجبال وخادم الحتة دي، لكن مش هيخدم الحتة بتاعة الايكو سيستمز او الشجر، لانه مضيع الديتيلز بتاعتها. فبس يعني حبيت اقول لكم الستيب ده او الحاجه دي في اول الشغل. نيجي بعد كده نشوف نشوف ال نيجي بعد كده نشوف اللي في النص. نشوف ده طبعا دي هتعمل لي قاعده الاشجار اللي بتوصل لغايه الجبال. طيب نعملها ازاي؟ دبل كليك تمام بالمنظر ده كده. طبعا انا عندي هنا ادي واحده وعندي هنا ادي الثانيه. طب الايكو سيستم انا هحطه فين؟ طب الايكو سيستم انا لا هعوزه لا على دي ولا هعوزه على دي. احسن حاجه تمام ممكن اروح لاي واحده فيهم ولتكن دي مثلا، بس لو حطيت لير جديده وهقول له مثلا خليه اللير دي فيجيتيشن على اعتبار انها تداري اي حاجه. طبعا لو رحت لدي هلاقيها بالمنظر ده، لو انا رحت الفيجيتيشن هقول له بوست الفا. طبعا لما بيظهر لك المربع ده اضغط علشان يعمل ريفرش. هروح للفيجيتيشن دي واقول له خلي لي دي ايكو سيستم، واروح لجنرال اد بلانت. طبعا بقى نشوف بلانت يكون كويس. اعتقد ممكن لا، ما تيجي نروح لجي اف اكس لايبراري وناخد الريد مابل ونعمل اوكي. طبعا هو دي بصراحه مناسبه جدا بامانه، الشجره دي والشجره دي، لكن كميه بوليجونز اعتقد كبيره جدا. يعني طبعا فينا مجموعه بلانتس كويسه برضو، كويسين كلهم كويسين بصراحه، لكن انا هاخد حاجه زي دي او خد من التريز ده لو انت حابب. ناخد دي او دي انا مش عارف، خلونا ناخد دي على اعتبار ان فيها حاجه عامله زي الامبريلا كده تمام، ونعمل اوكي. بعد كده نروح نضغط ريفرش عشان نعمل ريفرش، ونروح بعد كده ل الدنسيتي. قبل ما نروح للدنسيتي تعالوا نعمل بوبيوليت تمام. طبعا هو بالشكل ده نشوف بالسرعه في الريندر شكلها عامل ازاي. طبعا زي ما احنا شايفين الشكل حلو جدا، بس مش مديني الدبث، مش مديني عمق. طب طبعا المفروض دول يكونوا صغيرين، فهنعمل سكيب نقفل دي ونروح بعد كده نفتح الخامه دي تاني. طبعا السكيل ده يقل حبتين 3 4 5 6 زي ما تحب، واعمل الدنسيتي زودها. متهيألي فيو هيطلع لي رساله. لا والله ما طلعش، راجل محترم تمام. ده لسه هنظبطها. نروح كده طب ما نجرب الريندر في الكاميرا فيو بورت ونشوف. اعتقد دي بريفيو ريندر مش الفاينل، تاني بريفيو. طبعا ولا احنا شايفين حاجة ولا احنا شايفين اي ديتيلز ولا اي تفاصيل. هنعدلها دلوقت
ونشوف. طبعا شكرا متشكرين ليك، نخليها فاينل، نعمل كده تاني. هتاخد شوية وقت بس هتدينا فيو احسن للموضوع، يعني نشوف هيعمل عامل ازاي. هنا بقى اعتقد الشكل بقى فيه دبث او بقى فيه عمق اكتر من الاول، ولو اني عايز ابين الموضوع هو باين، بس انا عايز ابينه اكتر من كده. لو انا عملت سكيبنج ورحت دبل كليك على الخامة مرة تانية وجينا قللنا الدنسيتي حبة وعملنا بوبيوليت تاني، تمام. فهنا الدنسيتي قل شوية، السكيل برضو هنقلله شوية ونعمل بوبيوليت مرة تانية، فالسكيل يقل. لازم بقى يديني هنا الدبث اللي انا محتاجه. خلي بالك الايكو سيستم بالذات هترندر فيه بدل المرة 1000، فما تفتكرش ان هو من تكة هيجي معاك. انت بتعمل نيتشر، بتعمل طبيعة، احتمالات كتيرة جدا، زي ما بنقول كده endless possibilities، يعني عندك امكانيات لا محدودة. جرب، غير، اعمل اللي انت عايزه. نجرب نشوف الرندر. بالتالي كده زي ما احنا شايفين العمق اصبح واضح، تمام، مع شوية تعديل بسيط. لو دخلنا هنا تاني وفين الديكي؟ ديكي نير فورين اوبجكتس، نعمل بوبيوليت مرة تانية بحيث ما يحصلوش عملية اضمحلال. السامبلينج كواليتي بوست طبعا عايز ارفعها حبتين اهو، نعوض الانتي، لا دي مالهاش علاقه بالانتي الياس. السامبلنج كواليتي بوست هيحط النبات على حسب انحدار الارض، زي ما انت شايف اصبح هنا في يعني ايه، ده لو محطوط على حته نازله لورا النبات ده مايل كده، وده زيه، وده مايل ناحيتك، تمام. فدي بصراحه هتدي فاريشن تحفه. كمان بقى لا، اللي لسه اكتر من كده كمان الكالر فاريشن، لسه ما عملتش اي كالر فاريشن نهائي، تمام. طيب نروح نعمل كالر فاريشن، او عشان ما نقعدش نعمله، تعالوا نروح للفور جراوند دي ودبل كليك في هنا ايكو سيستم، هعمل رايت كليك واقول له كوبي كلر ماب عشان ابقى ضامن ان انا واخد نفس الكلر ماب عشان ما يبقاش فيه اي تناقض. فاريبل طبعا لازم نتعلم على فاريبل كلر، رايت كليك بيست كلر ماب، هنعمل بيبيوليت مره ثانيه عشان نلاقي الكلر فاريشن اصبح مظبوط. طبعا ممكن اقول له كلر ات لو دنسيتيز، يعني في المناطق اللي ما فيهاش كثافه كبيره، هعمل هزودها شويه، هلاقي اصلا اغلب المنطقه اللي انا حطيت فيها النباتات اللي انا لسه حاططها حالا هتبقى واخده اللون ده، على اعتبار ان ده الديكي كلر او لون الاضمحلال كل ما بتبقى بعيده عن الافق، وده هيديك ديبث اكتر وهيديك بعد اكتر وعمق اكتر للمشهد. كده الشكل بعد الريندر، لكن طبعا هيتعدل. لو احنا جينا عملنا كده ورحنا ل سان لايت، ورحنا للسان لايت، السان لايت ده بقى مكانه فين؟ السان لايت ده مكانه غريب قوي. طب ما احنا ناخد السان لايت ده كده بحيث نخلي اللايت نفسه جاي من ورا الكاميرا، و نرجع السان لايت ده لورا بحيث ان هو يقلل الاضاءه شويه من هنا، يعني ندي اتموسفير ينور الحته دي شويه، ونجرب نعمل ريندر ونشوف هتبقى ظروفها ايه او هتبقى شكلها عامل ازاي. نشوف كده ونجرب مع بعض. اعتقد ان الكالر اللي هنا مش مظبوط. طيب نروح للميدل جراوند، بلاك فيجيتيشن، اديت كالر، لا بلاش اديت كالر، دبل كليك واخد الكالر ماب ده هنا كده، ورايت كليك واقول له فانكشن، اشيل الزيرو ده واحط الفراكتال، فراكتال فراكتال
تمام، واقول له التيتيود، التيتيود علشان اعرف اتحكم في توزيعة الكلر. ناخد تيرين فراكتال، ممكن في روكي ماونتنز، اي حاجة في اي حاجة، المهم يديني توزيعة شكلها كويس للون. ممكن اقول لارجست تقل شوية، لا مش هتنفع، مش حلوة. ممكن ايه، ممكن ده كويس لو انا قللت حبة كده وزودت الروفنس، بحيث طبعا اوتوماتيك ابديتابل الدنيا هنا. الريندر كواليتي ستاندرد طبعا مش هقدر اعليه اكتر من كده. الجين عشان يبقى في تباين حتى في اللون، عشان يبقى في تباين في اللون نعمل اوكي. طبعا ممكن ناخد اللي هو الترين، فيه شويه اوبشنز كويسه تحت هنا بس مش هنحتاجها. خلينا نروح لاوكي ونجرب، ولو اني اعتقد ان احنا هنغمق الدرجه دي شويه. نوسع الراديوس بتاع الانفلونس او الكالر في اللو دنسيتيز، نعمل بوبوليت فعلا، نغمق شويه بس. هنشوف كل الكلام ده في الريندر. ده الشكل بتاعها بعد الريندر، لكن العمق كويس قوي، لكن اللي هنا محتاجه شويه تعديل الى حد ما. نروح للفور جراوند، دبل كليك للفيجيتيشن. اعتقد في الايديت فانكشن ممكن ان احنا نخلي النويز ده سيمبل فراكتال، بحيث ان هو يوزع اللون بشكل اكبر من كده شويه. انا اعلي الجين تمام، بحيث يبقى فيه توزيع للون بشكل كبير. ممكن كمان ان احنا ندي سموثنس شويه لعمليه توزيع اللون، بان احنا نحط نحط نويز. هو ده سيمبل فراكتال وده نويز. طبعا مش هعرف اخد الفلتر بالمنظر ده، لازم احط هنا، لازم احط هنا بلندر واشيل ده تمام، واوصل ده بالبلندر، واوصل ده بالفراكتال، واوصل ده بال النويز، وزود السكيل بتاع النويز عشان يدي سموز زي ما احنا شايفين لعمليه توزيع اللون. اعتقد لو احنا عملنا ايديت للكلر وخلينا اللون ده اكتر اخضرارا، مجرب بس شويه بسيطه، ونعمل بوبيوليت. تمام، هنلاقي العمليه بقت يعني احسن شويه. بوبيوليت تاني، تمام. ممكن نعمل ايديت كلر ونخلي الكلر يبقى فيه فاريشن بعض الشيء، ونعدي ده مكان ده ما بيعديش. مشكله بقى في الفيو، موضوع التعديل. طب ماشي، ما فيش مشكله، كوبي كلر بيست كلر، مفيش اي مشاكل خالص في العمليه دي. لو احنا جينا خدنا ده كده وجينا لده، خلينا ده وليكن سنه بسيطه بالشكل ده، وجينا عملنا اوكي، عملنا بيجوليت تاني. طبعا توزيعه اللون هتختلف خالص، ونعمل اوكي ونشوف في الريندر شكلها هيبقى عامل ازاي. ده بقى الشكل بتاعها بعد الريندر. طبعا زي ما احنا شايفين بقى تفاوت في الالوان بشكل جميل، ما عادش في حاجه شاذه والكلام ده. طبعا كل الكلام ده هيتدار تحت السحب زي ما احنا هنشوف. طبعا فاضل خامه واحده، او فاضل حاجه واحده اللي هي الخامه بتاعه الترين اللي هو في الاخر ده. فاحنا هنيجي للفيو بورت تمام، اللي هو هنا تمام. اعتقد مش عارف هيبقى انه واحد، اعتقد متهيالي هو متهيالي ده مش هنعمل في حاجه خالص. هناخد كل اللي هنعمله ان انا هاخد الميد جراوند دي، هاخدها كوبي ماتيريال، وعلى طول هحطها لل الجبل البعيد ده بيست، ونشوف شكلها في الريندر هيبقى عامل ازاي. زي ما احنا شايفين هي ما راحتش بالشكل اللي احنا متوقعينه. طب ده سببه ايه؟ سببه اختلاف مساحه المسطح بين ده وبين ده. لو انا جيت عملت سكيب ودبل كليك على
الخامه دي ورحت للايكو سيستم بتاعي ورجعت عملت ريبوبيوليت، يعني رجعت عملت اعاده نشر، هلاقيها اتظبطت بالشكل اللي انا اكيد عايزه. تمام، نعمل اوكي ونجرب نعمل ريندر مره تانيه، هنلاقيها طلعت بشكل مظبوط. وما تنساش على طول لو انت مستخدم ايكو سيستم لازم تعمل ريبوبيوليشن، واضح انها طلعت بشكل مظبوط. بس طبعا في حاجه هنقللها شويه اللي هي الدنسيتي، او نزود السكيل حبه. ليه؟ عن يعني نزود السكيل عن دي بحيث ان دي يعني تبقى في فاريشن بين الاثنين، او بين الطبقه دي وبين الطبقه دي، عشان افضل محافظ على شكل طبقه العمق اللي انا واخرها. طبعا عمليه الريندر هتاخد وقت طويل سنه علشان اللي احنا حطيناهم هنا دول. ادي الشكل بتاعها. بس ممكن نعمل حاجه بسيطه، ان احنا ممكن نضغط نعمل دبل كليك ونروح على الخامه بتاعه دي ونخلي الماتيريال اللي هي الخضره دي تبقى هي السائده شويه، بحيث ان او ممكن نعمل كمان روتيشن انفلونس اورينتيشن بحيث ننزلها لقدام شويه. على فكره بدات تروح خالص كده كده، اعتقد راحت خالص يعني. برضو نيجي في الفيجيتيشن دي والدنسيتي، نقلل الدنسيتي شويه والسكيل، نزود السكيل سنه بسيطه ونعمل ريبوبيوليت مره ثانيه ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. نستنى بس الرندر يخلص. الدنسيتي هنزودها سنه، ريبوبيوليت تاني. احنا ممكن على فكره نعمل سامبلنج بوست بحيث ان احنا نزود الفاريشن برضو سنه، ونزود الدنسيتي شويه، السكيل سنه بسيطه. ريبوبيوليت هياخد وقت، مش مشكله، ياخد اللي ياخده، اهم حاجه تطلع بشكل كويس ومرضي في الاخر. هنعمل اوكي ونعمل ريندر وارجع لكم بعد الريندر. ده كده شكل الريندر. طبعا في حته صغيره هنا، طب ما نحاول نداري الحته دي، نحاول يعني، احنا مش هنقول قوي، بس نحاول. لو زودنا الدنسيتي شويه الله يكون في عون الجهاز. بصراحه ايكو سيستمز دي من اكتر الحاجات اللي بتاخد بالظبط. هيطلع، هقول له نو، مش مشكله خالص خالص خالص. نيجي بعد كده هنقلل الدنسيتي حبه، مفيش اي مشاكل، ونعمل سامبلنج كواليتي بوست ونظبطها بالمنظر ده. تمام، ونشوف هتمشي بشكل عامل ازاي. طبعا هياخد شويه وقت على ما يظبطها، واحتياطيا برضو نروح ل الاورينتيشن بالظبط. هي في الحته دي نزود الخامه بتاعت الفيجيتيشن شويه، نعمل ريفرش ونعمل اوكي ونشوف بقى ظروفها هتبقى ايه. تمام، حتى لو ما ظبطتش مش مشكله، كده كده هنداريها ورا السحاب. ده الشكل بتاع الريندر بتاعها، مش مشكله بقى الحته دي، هي كده كده هتتداري في وسط الصح. طب عايزين نحط هنا كمان نباتات خفيفه في الحته دي كده، بس ما تحصلش القمه، مفيش مشكله خالص. نروح للباك جراوند ماونتنز، متهيألي ده اعتقد الجبل ده، دبل كليك. نروح للروكس اند بلانتس، انا عايز الايكو سيستم يبقى على دي مش على السنو، عايز اروح على دي واقول له دي تبقى ايكو سيستم. نروح هنا اد بلانتس، طبعا مش عايز شجر، انا عايز احط باماره ان في شويه نباتات. ممكن احط الفاير تري، 17000 بوليجون لا كتير. طب براشز، فلاورز، جراسز اند بلانتس، او ممكن بلانتس دي على اساس نحط نجيب اي نبات جبلي ولا حاجه. ممكن مفيش هنا اعشاب طويله شويه،
أعشاب طويلة شوية. ممكن ناخد ايه؟ ممكن ناخد، لا ده طماطم ما تنفعش. عايز حاجة زي الأعشاب الجبلية، حاجة تصلح للبيئة الجبلية يعني. تمام، ممكن ناخد سمول بالمز أو ناخد الكاركس ده. تمام، وعلى طول الفيوليت. كتير طبعا، طلع الرسالة دي مستحيل نكمل. تمام، نقلل الدنسيتي حبة بفيوليت. مش عارف هيكمل بقى ولا مش هيكمل في دي. برضو كتير. طيب لو احنا، طيب طالما هو عمال يدينا في رسائل، يبقى اسلم حل ان انا استخدم الدايناميك بوبيوليشن وهو يعمل البوبيوليشن لوحده. بس طالما استخدم الدايناميك بقى ومش هتحكم، يبقى اخد ده اد بلانت تريز. ناخد حاجة تكون ما فيهاش كثافة، او مش فيهاش كثافة يعني تليق على شكل الشجر الجبلي. ممكن ناخد دي شو دي ونعمل اوكي. استنى شوية على ما يعمل لودنج، محدش يستهون بالفيو يا جماعة. البرنامج فعلا فعلا اتقل برنامج جرافيكس شفته في حياتي هو برنامج الفيو بصراحة. هنعمل دايناميك بيبيوليشن بقى ونعمل بريفيو ونشوف هو حطها ازاي او هو هيعمل ايه. طبعا نعمل اوكي، او من غير ما نعمل حتى اوكي نروح نشوف الريندرينج هيبقى شكله عامل ازاي. طبعا ادي منظر الريندر بصراحة قمة في الروعة، مع تعديل في منتهى البساطة هنعمله دلوقتي واقول لكم هو ايه التعديل اللي انا عايز اعمله. اولا عايز اعمل color variation، مش عايز الموضوع يبقى بالمنظر ده كده. رايت كليك واقول له على طول لود color map واحط له الكالر ماب دي. مش مشكله بقى نخش نتحكم بفانكشن الا اذا احتاجنا، يعني اذا احتاجنا ممكن اقول له هحتاج طبعا في اللو دنسيتيز ان انا اعمل كالر واخلي الانفلونس بتاعه كمان عالي. طبعا اللو دنسيتيز معناها اضمحلال، ممكن اودي الكالر ده ناحيه الاخضر شويه واعلي الهيو بتاعه سن بالمنظر ده، وازود الراديوس وازود الفول اوف على اعتبار ان المساحه دي مساحه واسعه جدا. ممكن اعمل بريفيو مره تانية بحيث يوريني الوضع شكله عامل ازاي. يستحسن وانت شغال مع الايكو سيستم انك تروح لقائمه فايل وتقول له بيرج ميموري بحيث تضمن التوزيع بشكل تمام، ما فيهوش اي بواقي من اللي كان موجود قبل كده. بتبان جدا على فكره مع الايكو سيستم. نعمل ريندر ونشوف شكله عامل ازاي. هو الريندر واضح ان اللون جه فاتح شويه، انا عايز اقلل اللون الفاتح ده، عاوز اديله درجة يعني اديله درجة اقفله شوية، اقفله ده شوية. بريفيو هو فعلا كده قفل شوية. ممكن في السكيل ممكن اعمل فاريبل سكيل واخلي السايز ما يطلعش بشكل لينير، انا عايزه بس يطلع بشكل سموث. في عندي، طب ما ده سموث. و ممكن ده، ده احسن. تمام، نعمل بريفيو مره تانية ونلاحظ هنا. نخلي بالنا ان في حاجات هتختفي على فكره، او في حاجات هتقل. تمام، فوق في القمه لو انا عايز انزله من عند القمه شويه في البريزنس، لا مش انت اللي هو ده، هعمل كده واعمل بريفيو اشوف هو هيتزق من تحت لفوق ولا من فوق لتحت. انا عايز بس اخده، لا هو كده طلع
من تحت لفوق، فخلي دي خلي دي زي ما هي، وانا عايز اطلعه او اجيبه من فوق انزله تحت شويه، مش عايزه يبقى فيه على القمه اشجار، فانا عايز ازقها لتحت سنه، منها تديني زي ما انت شايف ادتني دنستي وقربت من بعضها، وده اللي انا محتاجه، ومنها كمان بعدت عن التلج لان انا عايزه فاضي، انا عايز الحته بتاعت التلج دي تبقى الى حد ما فاضيه شويه، طبعا فوزنس توب، وازود الفوزنس على البوتوم بحيث يديني ميرج بشكل احسن مع القمم، و زي ما انت شايف اتعمل له ميرج بشكل جميل جدا. نعمل اوكي وارجع اعمل ريندر وارجع لكم مره ثانيه. كده ادي شكل الانتشار بتاعها. نعمل سكيب. عايز اجرب حاجه قبل ما نظبط، نروح كده، طب ما بلاش دايناميك ونجرب، والله لو جت جت، ما جتش خلاص مش مشكله. نكبر السكيل، نعمل بيبيوليت. والله جت. طب ما نجرب نشوف الريندر بتاعنا شكله عامل ازاي. شوف لو طلع كويس هنسيبه. طب ما قبل ما نشتغل ما نروح على فايل ونعمل بيرج الميموري وارجع لدي تاني، و ازود اخلي الخامه بتاعه الصخور هي اللي غالبه سنه عن خامه الجليد، بحيث ان خامه الصخور دي اللي شايله الانتشار بتاع الايكو سيستم. اروح بقى للايكو سيستم نفسه، فاريبل سكيلنج هشيلها، ونعمل بيبيوليت تاني مع زياده في الانتنسيتي. يمكن هو اللي ساعده على كده انه اتحط مره واحده فما عادش بيطلع لي الرساله، متهيألي يعني. مظبوط، هو اتحط مره فما عادش بيطلع الرساله، وبعدين كمان احنا مقللين البريزنس، يعني احنا منزلين البريزنس لتحت، يعني مش ما حطيناهوش من الاخر في حتت ملهاش لازمه. نجرب ريندر ونشوف. طبعا هو هنا طبعا اللون طاغي، اللون مش اللي هو يعني، فاحنا هنخلي اللون ده غامق، وكمان اللون الفاتح قوي اللي هو في الاخر ده انا مش عايز اي لون فاتح هنا، على اعتبار ان ده بعيد، او الجبل نفسه بعيد. ممكن في البريزنس برضو ابعده عن القمة شوية بحيث انزله تحت بالظبط، عايز ازقه لتحت. ما اعتقدش ان في حاجه. الفوزنس على التوب اقللها شويه. تمام. في حاجه كمان عايز ازود السكيل، اوفرال سكيل بتاع الخامه اخليه وليكن بواحد. طالما انا عملت الحركه دي لازم اروح هنا وارجع اعمل ريبيبيوليت، ودول وضعهم هيتغير. تمام، عشان ابقى ضمنت بس ان انا ظابط الدنيا مظبوط. ونعمل ريندر يا رب بس يكون اللون اتظبط. زي ما احنا شايفين ادي شكل الريندر، طلع شكله جميل جدا. طبعا لما ينزل بقى، لما تنزل السحب ويتحط الجو هياخد شكل تاني خالص. انت بقى عليك انك انت تكمل الخامه بتاعه الجبل ده والخامه بتاعه الجبل اللي في الاخر عشان يطلع لك الشكل بالمنظر اللي انت عايزه. شكرا ليكم، كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض من GFX Academy.net، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.